أم علي، تفضلي يا أختي أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل شيخ؟ تفضلي. أنا جدتي رضعتني مع خالتي، وجدتي رضعتني مع خالتي، طيب يا خالي أكشف عندهم ولا لا؟ إيش عيد السؤال؟ عيد السؤال. جدتي رضعتني مع خالتي. مع خالتك؟ نعم. ويا خالي طيب أكشف عندهم ولا لا؟ وأصبحتي أنت أختا لأمك. أيوة، بس أمي ما رضعت خالتي. ما يهم، أما أنت رضعتي من جدتك. أيوة. كم رضعة؟ 5 رضعات. يعني تام؟ أقول الرضاعة تام يعني. أيوة. أي أنت أصبحتي أختا لأمك. أيوة. لأمك. نعم.